لينا في ضرب عبد الله جمعنا في دارنا هنا تكرفصوا علينا تكرفصوا على كميواتنا ما نعاودش لك شنو داروا لينا ولو كان غير كنا في فلسطين نعرفوا روسنا حنا ضاربين على القدس ما عرفناش هنا الناس مالهم معانا غير بالانجليز وما نعاودش لك حاحه وملا حاشاك هادشي اللي عندي ما نقول لك مسؤولين اخويا اش غنقول لك على حساب كامل غنخلصهم انا وكنشد فيهم 100 درهم في الشهر هذا هو المشكل اللي كاين ما جاوش ما كاينينش كاين اللي ساكن بولفا كاين اللي ساكن هنا كيجيبوهم من المرسى هادشي اللي كاين